كل ولات تعرف تحضر الناس كل عندها دي جور دو كاليتي مي دي ناسيون الكبار ديما يقعدوا معناها عندهم حدود كبيره كيف تونس كي المغرب الجزائر كوت ديفوار سنغال كامرون نيجيريا دوما دي ناسيون الكبار في الافريك كل واحد باش يعطي 100% كما نقولوا كل واحد باش يعطي لو ماكسيموم باش يحاول يربح الكان واضح على الديسبوزيسيون تاع لونترونور الجوريت كل تحاول تعطي لو ماكسيموم بوسيبل ومن بعد الكوتش هو يعمل لي شوا نتاعو معناها باش يلقى ليكيب الاكثر ايكيب معناها الاونز حاضرين واللي نجموا يعاونوا ومن بعد يدخلوا دونك كيما قلت لك الجروب يعيش مع بعضه بالكديك سواء نحن اللي عندنا مده في ليكيب ناسيونال ولا اللي دخلوا البريود الاخر العام الاخراني عملوا انتيغراسيون باهيه برشا معناها وهذا لو بلوز امبورطون انه في تورنوا كيما هكا الجروب يكون يعيش مع بعضه بالكدا باش نجموا نكونوا اونديرون في التورنوا هذه باش معناها نصور الجوارد كل موتيفي خاطر نحبوا نعاودوا نجيبوا التيتر هذايا بعد 20 سنه من من تونس اخر تيتر دونك جابته 2004 نصور 2024 اكثر موتيفاسيون تكون انه نجيبوا تيتر هذايا مره اخرى نفرحوا بلادنا الشعب التونسي الكل يستنى في فرحه وان شاء الله نكونوا حاضرين لو جور جي وبالديسيبلين ان شاء الله من بعد كل شيء يجي ان شاء الله اسامة جلال قادري سيليكسيونور ناسيونال قال لي لوبجيكتيف نتاع ليكيب ناسيونال السنة هو الكاريداس نتوما توا كيلكو متر من الديبي نتاع الكومبيتيسيون اسكو فما ان ديسكور بيناتكم نتوما كملاعبيه شنو هو الديسكور نتاعكم شنو تحكيو في البيستير وكيما قلتوا نحن مازلنا على ابواب نتاع الكان صحيح ديما واحد يلزم يكون عنده حلم ديما يغزر لبعيد يحلم علاش ليه معناها ديما نقولوا الكلمه علاش ليه ما نقصنا شيء دونك من بعد البلوز امبورطون نكونوا واقعيين نمشيو بالخطوه بالخطوه البلوز امبورطون هو الماتش ديما الماتش الاولاني فاز دو جروب ومن بعد كل ماتش عنده الرياليتي نتاعو سور تيران كما قلت البلوز امبورطون في مصر نذكر ما بديناش بالقديم بعد مشينا للدومي فينال الكوب دافريكا هذيا ان شاء الله نكونوا حاضرين مونتالمون فيزيكمون سورتو لي بلان لو جور جي ومن بعد ستيب باي ستيب ما نجموش نحلموا بالفينال ونحن مازلنا ما لعبناش التور الاولانيه يعني الفاز دو جروب دونك ناميبيا هي توا لوبجيكتيف الاولاني مركزين عليه نكملوا الماتش هذاك ومن بعد ان شاء الله كلام اخر. ان ميساج دو سوتيان بوتيتر لمرتضى بن ونس بعد اللي صار له غادر الجروب معناتها اسكو سا فوزا افيكتي انتوما ان طونك جوار؟ صحيح معناها كنا حاسين مرتضى لانه كان جاي في الثنيه ورجع على خاطر عنده اسباب عائليه كما شفتوها الناس الكل ان شاء الله ربي يعيش في بنته. هذه حاجات معناها تصير ونحن سوليدير مع بعضنا مرتضى طلب الاعتذار وما عندوش على شنو يعتذر خاطر هذه حاجه معناها قضايا ربي ان شاء الله ربي يشفي بنته ان شاء الله نشوفوه بينتو معنا ان شاء الله صحيح قاعدين نعملوا في باركور باهي وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ستيب باي ستيب ان شاء الله خويا نمشي ونزيدوا نطلعوا في الكلاسمون.